اخرى، خصوصا انه هذا هو الموسم ديالو. غادي نتكلموا على الذهب الاخضر او زيت الزيتون، الزيت البلديه هي الموضوع ديالنا اليوم من خلال برنامجكم صحه وسلامه. اليوم ان شاء الله غادي تكون فرصه مع الاستاذ محمد الحليمي المتخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، باش غادي نتكلموا على اجراءات اللي ضروري ما نردوا لها البال لما كنبغيو ناخذوا زيت الزيتون. غادي نتكلموا على الحفظ، غادي نتكلموا على التخزين، غادي نتكلموا على الاكل ايضا، وغنتكلموا على الكثير من الامور. نقطه اخرى مهمه غادي نتكلموا عليها، واش كاين فرق ما بين زيت الزيتون وزيت العود؟ لانه كاين الناس اللي كيقولوا زيت العود وكاين الناس اللي كيقولوا زيت الزيتون ولا الزيت البلديه، واش كاين فرق بيناتهم؟ هذا السؤال ان شاء الله اليوم نجاوبوا عليه رفقه الاستاذ محمد الحليمي، فخليكم متابعينا وبقوا اوفياء لنا دائما كيف ما عودتونا. صباح الخير استاذ الحليمي، اهلا وسهلا بك. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، وعشر مبروكة إن شاء الله، كنتمناوها لكل طاقم الراديو والمستمعين وكل مسلمي العالم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ الحليمي، اليوم غادي نوقفوا عند الذهب الأخضر مرة أخرى، فهذه وقفة أخرى من ضمن الوقفات اللي كنا سبق لما تكلمنا على هذا الموضوع من خلال برنامج صحة والسلامة، ولكن دائما الجديد معك ودائما معلومات جديدة كيف ما عودتينا، ربما أشياء غادي يسمعوها الناس لأول مرة لما غادي نتكلموا على زيت الزيتون. فقط نذكر كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا اليوم ويطرحوا اي سؤال حول الموضوع اللي هو خاص بزيت الزيتون، كيف العاده الارقام هي مفتوحه من خلال 05 22 46 72 50 51 او 52، او 05 22 80 00 60 61 او 62. الكثير من الناس استاذ الحليمي كيختاروا على انه يطلقوا اسم اذاعه القرب على ميد راديو، وحنا والفنا دائما كان هذا هو الشعار ديال ميد راديو، انه الاذاعه القريبه من المستمعين الكرام. اجي خلينا نكونوا قراب اكثر من الناس ونتكلموا على المناطق في المغرب اللي معروف بها، يعني ما نقولش الجوده ديال زيت الزيتون لانه الجوده الحمد لله في مختلف المناطق ديال المغرب، ولكن خلينا نتكلموا على المناطق اللي معروفه بالانتاج ديالها زيت الزيتون، يعني كنتكلموا على انتاج اللي كيكون بواحد الكميات اللي هي فعلا كثيره، والمنطقه ربما حتى لما كتمشي في الطريق ديالها كتلقى يعني الاشجار ديال زيت الزيتون على بعد واحد المسافات اللي كتكون طويله بزاف. الا بغيتي اليوم استاذ الحليمي تعرف المستمعين اكثر على اكثر المناطق اللي معروفه بها، ما غنعطيوش فقط غير المنطقه ولا الجهه، الا كانت يعني حتى معلومات نفيدوا بها المستمعين اكثر، وربما نتكلموا حتى على الدواور اللي كتكون يعني وكتمعش، الا بغينا نقولوا الاقتصاد ديالها قائم على زيت الزيتون ولا اشجار زيت الزيتون. نعم وفعلا استاذ عفاف كما قلتي في المقدمه الجميله، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الذهب الاخضر. نعم نهضروا على زيت الزيتون، مي كنهضروا على زيت الزيتون رانا كنهضروا على الزيتون. الزيتون هو العرش ديال الزيتون، هو ذاك العرش ديال السلام. شجرة الزيتون هي شجرة مباركة في الأوراق ديالها وفي الظل ديالها وفي الأكل ديالها وفي الزيتون ديالها وفي يعني الرطوبة اللي كتعطي الأرض، ودايوغ هي شجرة يعني مورقة على طول السنة. الزيتون هو واحد قبل ما نخوضوا في الجوانب الأخرى، الجانب الاجتماعي، فالجانب الاجتماعي أستاذ عفاف إلا شفتوا اليوم المناطق اللي فيها الزيتون، اولا كاين فياق بكري، نعم يعني الناس كيمشيو هنا، تحيه لكل الناس اللي هزوا اي حبه من الارض باش يجيبوها، يعني لان كيطيحوه، وكتشتغل المراه والراجل والاطفال. الراجل حنا عندنا في المناطق ديال الجبالة كيتسمى السقاط، السقاط عنده واحد العود في يده باش كيضرب الزيتون غير بشويه، ماشي بداك الضرب، لان حنا ضد هذا الضرب اللي كيكون مجهد لانه كيضر هذه الشجره هذه. والمرأة اللي كتجمع هاد الزيتون والأطفال اللي كيجمعوا، يعني وكاين واحد الجو عائلي، يعني واحد الجانب الاجتماعي. المرأة اللي يعني كتصبر مثلا، إلا جمعت جوج طون ثلاثة طون ديال الزيتون راه كل حبة تهزت باليد. هذا كيدل على أن هاد الشجرة هذه كتعلم الصبر وكتعلم بزاف ديال الأمور، والحمد لله حنا النظام المتوسطي فيه الزيتون. بالنسبة للسؤال أستاذ عفاف ديال المناطق، سبحان الله في المغرب، مادام المغرب لان كنقولوا النظام الغذائي المتوسطي في العالم هو النظام المغربي، والحمد لله احنا عندنا انواع مختلفه من اشجار الزيتون في المغرب. أيه. وانا الا غنهضر واستسمح، الا غنهضر غنهضر على شجر الزيتون البلدي القديم. علاش؟ لان احنا في منطقه جباله، وانا شخصيا عندنا بعض انواع الزيتون يعني واحد الطول ديالو رائع جدا، واحد الطول يعني غريب وعجيب، واحد الطول اللي هو لان اشجار اللي عندها السنوات، نعم يعني العمر ديالها، لانه حتى العمر ديالها يعني سنوات طويله اكثر من الاجداد ديالنا. نعم يعني الاباء ديال الاجداد ديالنا هما اللي حطوا هاد الاشجار، فهذا هادشي اللي كنبغي نقول انا. في المغرب كاين الحمد لله، اولا
كاينه المنطقه ديال الشمال. المنطقه ديال الشمال كتبدا من نواحي طنجه الى نواحي تطوان، وكنبقاو هابطين على شفشاون. شفشاون يعني منطقه شفشاون، منطقه الدردره، منطقه باب تازه، وكنبقاو هابطين تنمشيو لعين بيضاء. الوغ هادو مناطق اللي فيهم الزيتون، فيهم الناس باش للامانه فيهم الزيتون، فيهم العسل، فيهم الوقت ديال البرقوق، الوقت ديال المشماش، الوقت ديال الخوخ، يعني واحد الاشياء اللي رائعه في هذه المناطق هذه. حتى كنوصلوا لمنطقه بريكشه، منطقه بريكشه، منطقه بلوطه، الوغ منطقه زرادون اللي كاينه فيها الملحه، يعني المنبع ديال الملحه الحيه في العالم. كاين الزيتون الحمد لله، كنا يعني مشينا لتما لهذه المنطقه وسقطنا الزيتون ولقطنا الزيتون مع الناس. الوغ منطقه زرادون تكنهبطوا لنواحي مدينه وزان. نواحي مدينه وزان كاينه قبائل اللي تمايا، قبائل قبيله رهونه، قبيله غزاوه، قبيله بني مساره. الوغ في النواحي ديال مدينه وزان كاينه منطقه اسجن، هذه تاهي فيها الزيتون بواحد النسبه عاليه. والبيوغ اي واحد دخل منطقه اسجن، بالمناسبه الدوره اللي كانت عندنا البارحه غتكون 26 من اجل يعني اشياء تنظيميه خارجه على الاراده ديالنا حنا، تاجلت الدوره والناس اللي كانوا غيشاركوا راه في راسهم المعلومه، تاجلت حتى 24 في الشهر الجاي ان شاء الله ديسمبر. يعني البارح كنت انا في هذه المناطق هذيا، منطقه اسجن، منطقه الغويبه، منطقه السطر، هذو مناطق اللي الان دابا الان الاقتصاد ديالهم مبني على زيت الزيتون. الله يستر عفاف، وتشوف واحد المنظر في الصباح رائع جدا، الناس نايضين الصباح، واحد الحركيه من بعد صلاه الفجر رائعه جدا. ولقيت انا البارح لقيت ناس من اكادير ومن الدار البيضاء جايين تما في المنطقة طالعين الزيتون ديالهم. ودايوغ الحمد لله حنا لي فان ديالنا فيما مشينا. وانا غادي تلاقيت معاهم، كان واحد الحوار، وشكركم بزاف، شكروا ميد راديو، شكروا جميع الناس اللي كيشتغلوا في ميد راديو. هذه دابا كنقول انا في قلب جبال نواحي مدينة وزان، يعني هاد المناطق كنمشيو حتى المنطقة ديال حد كورت من جهة وزان من لهيه، كنبقاو جايين هابطين عاوتاني منطقة مسمودة، يعني منطقة ديال السبت، السبت مسمودة، لأن كاين السبت هنا في نواحي وزان، كاين السبت مسمودة. من السبت مسمودة وحنا هابطين حتى كنوصلوا حتى كنقربوا لسوق الأربع، كاينة بعض الأنواع ماشي بزاف، يعني من تما كيبدا شي شوية زيت الزيتون كتنقص. حتى كندوروا عاوتاني على مدينة مكناس، كندوروا على مولاي إدريس زرهون. مولاي إدريس زرهون فيها الزيت وجودة رائعة جدا. حتى كنهبطوا لمدينه مكناس، كنمشيو لمدينه تازه. من مدينه تازه كاينه يعني ترغيست، يعني كاينه ايساغن، الوغ ايساغن، ترغيست، فاس، مكناس. الوغ كنهبطوا في هذاك الشريط هذاك حتى كنوصلوا لمدينه بني ملال. مدينه بني ملال يعني في البزو، بزو كاينه يعني الزيت من اجود انواع الزيوت. حتى كنوصلوا لقرعه السراغنه، كنوصلوا حتى للرحامنه، حتى لتحناوت، حتى لتادله. الوغ هادو مناطق الحمد لله اللي فيها الزيتون من جوده رائعه. كذلك قرعه السراغنه، عفوا قرعه السراغنه فيها الزيت من اجود انواع الزيوت. حتى كنهبطوا لمدينه مراكش، مدينه مراكش عاود كنزيدوا لاكادير، اكادير يعني ولاد تيمار 44 باش معروفه هذا الاسم هذايا. من امسكرود وكنمشيو حتى لاكادير، حتى التارودانت، التارودانت كذلك النواحي ديال التارودانت ولاد تيمار فيها من اجود انواع الزيوت. حتى كنهبطوا للمناطق الجنوبيه اللي فيها الزيت، من تما كتسالى زيت زيتون وكتبدا زيت ارغان ان شاء الله. فرصه اخرى اننا نتكلموا عليه ان شاء الله، زيت زيتون ان شاء الله في 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 مدينه في هذه المناطق هذه اللي فيها زيت ارغان. نعم. نعم، الف شكر لك استاذ الحليمي، جلتي بينا في الخريطه هذا الصباح ديال المغرب. شكرا جزيلا لك. حرام يعني في هذه المناطق كلها اللي ذكرتي استاذ الحليمي كنتخيلوا الكميه ديال الانتاج ديال زيت الزيتون على مستوى المغرب، فحشومه ما نلقاوش على المائده المغربيه. يعني هذه فرصه ربما لكل الاسر المغربيه اللي مازال معطله ومازال ربما ما كنلقاوش ذاك الاستهلاك اللي كيخصو يكون ديال زيت الزيتون. ربما الاحصائيات انت على درايه بها استاذ الحليمي، ديال الاستهلاك المغربي الفرد الواحد في السنه لزيت الزيتون تقريبا كيتراوح بين شحال وشحال. نعم، وما يفوتنيش استاذ عفاف. نعم. حتى نواحي مدينه تطوان، العرائش، مناطق اللي هي الاربع دعيشه، بني قرفات، بني عروس، هذو كذلك عندهم زيت من انواع، من اجود انواع الزيوت. نعم، استهلاك الفرد. نعم، المغربي. نعم. الى نسيناش شي منطقه، هذا دليل على التنوع. اكيد دليل على الكميه الكبيره ديال 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 ديال, ديال, ديال يعني الناس اللي كينتجوا زيت الزيتون. يعني هذا الشيء هذا معروف في المغرب الحمد لله. الاستهلاك استاذ عفاف زيت الزيتون للاسف في المغرب التناقض شنو هو؟ هو اننا من الاوائل في الانتاج ومن الاواخر في الاستهلاك.
هذه الحاله كاينه في الخضر، نعم، كاينه في الفواكه، كاينه في زيت الزيتون، كاينه في الاسماك، يعني من الاوائل في العالم. واكثر من هكا كاينه دوله ما غاديش نسميها، دوله في العالم، نعم، من اول دوله في العالم هذه في اللائحه الترتيب الرسمي، اول دوله تصدر زيت الزيت، عفوا تنتج زيت الزيتون. هذيك الدوله استاذ عفاف من الاولى في العالم المنتجه لزيت الزيتون، هي الدوله في العالم المستورده لزيت الزيتون. نعم، يعني هذا ماشي تناقض، حيت هي الاولى اللي كتنتج زيت الزيتون وهي الاولى اللي كتستورد زيت الزيتون. هذا يدل على انها كتعطيه للناس ديالها، اكيد عندها الاستهلاك. نعم، عندهم الاستهلاك، حنا الاستهلاك باقي محتشم، الاستهلاك باقي ما وصلش للحاله اللي خاص الانسان. حنا المغربي مثلا اليوم ما كنهضرش بصفه عامه، كنهضر على اغلب الحالات. كاين اليوم المغربي كيقول لك انا مشيت لبني ملال ولا مشيت لقلعه السرغنه ولا مشيت لوزان ولا مشيت لازجن ولا مشيت للرهونه، شنو غنجيب؟ غنجيب 20 لتر ديال الزيت. انا كنقول يعني 20 لتر ديال الزيت نتاع اسره نوويه، نعم، اب ام اطفال، خاصهم 100 لتر على الاقل ديال زيت الزيتون في الدار. نعم، علاش؟ لان زيت الزيتون الناس راه يقولوا على السبب، لان زيت الزيتون هي الزيت الوحيده اللي خاصها تكون في المنازل المغربيه وفي المنازل ديال الكائنات البشريه، لا في الطهي او لا الطهو ولا في الاكل ولا في جميع الاشياء، لان نقولوا المقلي القلي القلي راه ما دخلش في لا. فقط واحد الملاحظه استاذ عفاف، اييه، الناس دابا كيقلبوا على الزيت تكون حلوه. الجميل هو انني كنت مع الناس البارح في هذه المعاصر، وانا عندي اصدقاء اللي كنجمعوا نحاولوا نطوروا، وكنشكر هاد الاصدقاء من هذا المنبر هذا. نعم، علاش؟ لان شاك فوا كنعطيو ملاحظه كيلتزموا بها الحمد لله. ان مدينه وزان هذه ثلاثه سنوات خدات الميداليه الذهبيه، اييه، على الجوده فعلا، وحتى في المعرض ديال الفلاحه يعني كانت فعلا توشحوا بالوسام ديال الجوده. يعني صراحه كيكون فخر استاذ الحليمي لما كتلقى، والجميل داك التنافس ربما اللي كيكون من بعد ما بين المناطق. شوفوا استاذ عفاف، المنافسه راه في صالح المستهلك وفي صالح المنتج. اكيد، مي كيكونوا مثلا واحد اربعه الشركات كيتنافسوا باش يعرضوا لي، انا كنكون نختار، والمنافسه دائما في صالح الجوده وفي صالح المنتج وفي صالح المستهلك. فالحمد لله كان ناقصهم واحد الحاجه، ان الزيت دار في الزاج. أيه، ودارت في الزاج، ومن ثم خداو الميداليه الذهبيه. هي شخصيات معروفه في المغرب، راه كتزور دابا مدينه وزان وكتزور، نعم، الى زعما يعني بواحد هذه كيجيو الناس مدينه، وكانت ودابا مدينه وزان تتطور الان، يعني الطواوير، يعني كاين مشاريع كبرى عالميه. أيه، الان كتحط في هذه النواحي هذه، يعني من اجل هذه الاستثمارات هذه. فقلت انا يا الناس كيقلبوا على الزيت الحلوه، الناس استاذ عفاف هذه شحال ولفوا الزيت ياخذوها حلوه لان كتزاد لها الملحه. نعم، بايوغ دابا جميع المعاصر، وهذه التحيه لهم، ما بقاوش كيستوكيو وما بقاوش كيزيدوا الملحه. علاش كانوا كيزيدوا الملحه؟ لان كيزيدوها باش داك الزيتون ما يخسرش. اييه، دابا ولات زيت زيتون الناس، انا كنقول علاش؟ لان داك المروره هي اللي خاصها تكون. والله سبحانه وتعالى كيقول: وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، ما قالش لصفات بالزيت، قال بالدهن، وصبغ للاكلين، ماشي للشاربين. دايوغ الناس كيقول لك لا وصفات، لا شرب زيت الزيتون. زيت الزيتون تؤخذ للاكل، تؤخذ في الصباح بكري، وما كاينش هذه كنقولها ونعاود نقولها، جميع الامراض ممكن ناخذ زيت الزيتون، وما كنحدوش الكميه. انا استغرب علاش بعض المختصين كيعطيو معلقه وجوج معلقات. المغربي ليس ديال معلقه وجوج معلقات ديال زيت الزيتون، المغربي ديال زيت الزيتون. قول له خذ زيت الزيتون. دايوغ زيت الزيتون فيها احماض اللي الا خدا منها دايوغ الانسان راه غتقهمو، سو كيفي ما غياخدش هو اصلا بزاف. يعني غتكون احنا الحمد لله عندنا اله حاسبه في الجسم ديالنا، فالناس كيوليو كيخافوا شي شويه من هاد المروره. الحمد لله المعاصر اللي سولت انا البارح قالوا لي باللي راه الناس ولاو كيطلبوا هاد زيت الزيتون اللي هي مره. ايه، دايوغ كتحلى دغيا، تحطها في الدار عندك غير شهر كتحلى، المذاق ديالها فعلا كيتغير. نعم، نعم، من حسن الى احسن تماما. وغنهضروا استاذ عفاف على الجانب التقني ان شاء الله بالتفصيل. غير واحد الصديق ديالي البارح اللي هو كان مشى خدا واحد الكميه كبيره من الزيت، وقال لي ولات لي حمراء. نعم، زيت الزيتون ولات اللون ديالها تبدل. قلت له انا اكيد، واي واحد دابا ياخذ تجربه يجيب هذا الزيت اللي هي باقه مره وداك الخضوريه ديالها، ويدير واحد المقله غير التجربه، ماشي غيقلي فيها شي حاجه، غير التجربه، ويحطها فوق البوطه تولي كحله. علاش؟
لان لوكسيداسيون ديال هذيك الخضوره، لان هذاك حمض الاوروبيين، وهذاك هو عرفتي استاذ عفاف هذا شنو كيدير في الخليه السرطانيه. الخليه السرطانيه كتكره هذه الماده هذه، فهاد الزيت هذه مادام ولات هذا اللون هذا احمر الا وخرجت في السخون كما كنقولوا، ماشي في البارد، لان يعني زيت الزيتون ما خصهاش تعصر في السخون. ودايوغ الحمد لله دابا جميع المعاصر عرفوا هذه المساله، عرفوا لاسيديتي، عرفوا السخون ما خصهاش تخرج زيت، ما خصهاش دار لها الملحه، ما خصهاش تستوكا. الحمد لله الجانب التقني ولا بلوز موا مضمون. انا غادي نعطي المغاربه باش يضمنوا زيت الزيتون، ما كاين لا ما كاينش شي طريقه. ولو نشوفوا جميع الاشياء، بزاف الناس كل واحد كيجيب لنا اشهار في الشكل، وهذه بالنسبه لنا احنا الله يسخر لاي واحد، ولكن احسن ضمانه هو انني نمشي للمعصره وندي وليداتي وناخذ الزيتون ونشوف هاد الناس هادو ونشوف بعيني ونشوف هذا المنظر. انا غير طه البارح راه وسط الماكينه، راه واحد الطريقه كيلعبوا، واحد يعني واحد المنظر. الاطفال كيعجبهم هذا الشيء. وكاين وليدات في المعصره التقليديه استاذ الحليمي انا شفتهم كيدور مع ديك المعصره فهي كدور معها. هذا راه هذا فيه جانب اجتماعي، جانب اقتصادي، جانب يعني تربوي، جانب يعني واحد الاشياء اللي هي انا بغيت المغاربه يعيشوها. ومن هي يجيبوا زيت الزيتون ديالهم. نعم، وهذا نداء لهم اكيد. غادي نمشيو نستقبلوا في اول مكالمه معنا من تازه، غتكونوا حنان على الخط. صباح الخير حنان، مرحبا بك ومرحبا بناس تازه. لا خطيك وواحد شويه ديال لطخك. لا، مع الاسره والعائله ديالك حنان، مرحبا بك. لا داعي لا الارتباك ولا اي حاجه، انت مع العائله ديالك والانسان وسط الاسره ديالو راه دائما كيكون مرتاح. مرحبا بك. اي مع اول مره كيتسدى داك لطخك، واني الحمد لله احنا مع العائله ديالنا. تفضلي حنان. تحيه لكم وتحيه للدكتور، لان كنستافدوا معاكم، يعني كنحسوا بنفسنا بحال رحنا في اكاديميه. الحمد لله. يعني استفدنا بزاف، ولينا كنصحوا الاصدقاء ديالنا وكنصحوا صحابنا، يعني بحال من حاجه بالخميره البيديه، بزيت العود. نعم. يعني بزاف ديال الحوايج. مرحبا حنان. السؤال اللي عندي هو عندي البني، فانا يعني هنا الزيتون داير بيا، وكان يعني كنهلكوا زيت الزيتون، يعني ماشي كنستهلكوها، كنهلكوها. يعني كنطيب بها، كندير بها الوصفات، يعني هادشي كلشي كان يعني كنخدم زيت الزيتون. تخيلي زيت الحلوه ما عنديش في الدار نهائيا، زيت العود اللي كنستخدم. نعم. المشكل عند البنيته كتجيها هاد الحساسيه ديال النوار ديال الزيتون. اييه. ملي حلت عينيها وحنا وسط الزيتون، يعني ما فهمتش هذيك الحساسيه اللي كتجيها، كتجيها مهدده. نعم. بزاف، يعني في شهر ثلاثه شهر اربعه ملي كيبدا داك النوار ديال الزيتون كتاثر بزاف. السؤال الثاني بغيت نسول الدكتور الحليمي، انه بعض الناس كيزيدوا واحد الماده في العجينه ديال اللي كتكون وسط المالكتور، يعني داك العجينه ديال الزيتون كيزيدوها واحد الماده، باش ملي كتكون خاطره، ملي كيكون كما كيقول لها لافوكا، كتكون داك العجينه خاطره بزاف بحال لافوكا، كيزيدوها واحد الغبره. اييه. كيزيدوها لها باش كتطلق داك الزيت ديالها. انا هذيك الزيت انا ما ندخلهاش في داري نهائيا. ايوا بغيت نصيحه منكم. نعم. باش الناس حتى هما يكونوا على علم وعلى درايه بان هذيك الغبره اشنا هي. بعد اول حاجه انا ما عرفتهاش، يعني عيت سمعتها. نعم. ما عرفتش انا هذيك الزيت. حنان، انت الزيتون كتديه المعصره وكتطحنيه راسك، يعني كيكون على عينيك. نعم. واخا سولك حنان استاذ الحليمي، واش البنيته اللي عندها مشكل ديال الحساسيه ديال شجر الزيتون واش كتاخذ زيت الزيتون؟ كتاخذ. حنا من غير هاد الطبله باقا نزله فيها زيت الزيتون والبيض البلدي والخبز الخميره البلديه. تبارك الله عليك. كنعجنوا في الليل ودابا الصباح طيبته وعاد فطرنا به. نعم، شهيتينا في فطور ثاني يا حنان. ومرحبا بكم في هذا. وانا كنوجه نداء الجمعيات، يعني باش ينادي وعلى الدكتور الحليمي باش يحضر عندنا هنا لتازه ويفيدنا ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. يعني ما نبقاوش نلوموه، يعني كنلوموا. نعم. الجمعيات. نعم، شكرا لك حنان، الف شكر لك تواصلتي معنا من تازه. العفو، هذا واجب. شكرا لكم، مرحبا بك حنان مره اخرى. اذا وصل الحين تكلمات حنان على البنيته اللي عندها مشكل ديال الحساسيه، ربما اللي كنسميوها الحساسيه ديال حبوب اللقاح. ناس اللي كيبان عندهم ربما هادشي لما كيف ما شرحات كتبان داك النوار او لا، فكتولي مجموعه ديال الاعراض اللي كتبان، ربما فيها داك الحكه والسيلان ديال الانف، الحكه ديال العينين ايضا، وهي قالت باللي راه كتناول زيت الزيتون. فتفضل استاذ الحليمي.
نعم، هو استاذ عفاف فعلا الاطفال كيكون عندهم بعض المشاكل، نعم اي طفل عنده هذه المشاكل الا وعنده المناعه هابطه، هذه نحفظوها، نعم اذا كيكون ضعف على مستوى المناعه، ضعف على مستوى المناعه، جميع الحساسيات. أيوة. ما نقولش انا الحساسيه ديال البولين ولا الحساسيه ديال الغبره ولا الحساسيه ديال القرنفيات، أيوة. ولا جميع انواع الحساسيات نشدوها ونربطوها بالمناعه مباشره. نعم غير هما هاد انواع الحساسيات استاذ عفاف، لان كنعرف انا حالات اللي هي كثيره في هذا النوع هذايا، يكون استهلاك زيت الزيتون بشكل جيد، كدوز واحد الطفل كيوصل لواحد السن ما كتبقاش عنده هذه الحساسيه، غالبا ما كتبقاش هذه الحساسيه. يعني تحاول الاخت كريمه انها تلتزم بالنظام الغذائي، هذه المرحله كتكون عابره باش حنا ناخذوا هذاك لونتيدوت ديال هذه الماده هذه، ناخذوا زيت الزيتون. الا خدينا زيت الزيتون فاكيد الطفل هذه باش تكون مرتاحه، هذه الحساسيه كتزول واحد المده، يعني ماشي بزاف، كتزول خاصه الا كانت من المستهلكه ديال زيت الزيتون. زائد بالاضافه باش نكونوا واضحين استاذ عفاف، كاين بعض انواع ديال الزيتون الان تزرع دابا زيتون رومي، نعم هو اللي كيسبب هذه الحساسيات باش نكونوا واضحين. يعني عاده الزيتون البلدي ما كيعطيش هذه الاشياء هذه، باش انا باش نعرفوا راسنا في الموقع باش هكا نكون عطيت انا الاخت معلومه تكون معلومه مضبوطه. بالنسبه للمساله ديال المعلومه اللي شارت الاخت، هي تكلمات على واحد الماده اللي كتم اضافتها للعجينه. نعم وما خفيه كان اعظم. أيه. انا ما كنبغيش نخوف المغاربه في هذه الاشياء، ولكن جميل استاذ الحليمي انه الحمد لله هما اليوم المستمعين يعني راه ناس يعني كثار ولاو على درايه بهذه الامور. انا كنحاول المغاربه نترجم لهم معلومات اللي هي عمليه. من قلت انا المغاربه سيروا وشريوا الزيتون وطحنوه بيدكم، راه جو سي بيان شنو كنقول. لان الاخت شافت هذه المساله، انا شفت حوايج اخرين. نعم داكشي علاش للامانه. والجميل ان في المطحنه دابا، وقالت الاخت الحمد لله راهم عارفين هذه المساله، المطحنه ملي كتدخل مول المطحنه استاذ عفاف يقول لك الا بغيتي خوي انت الزيتون ديالك خويه. اييه كتخوي الزيتون ديالك من جهه فين كيتخوى الزيتون، كيطلع داك الزيتون كيتغسل، كتجي واحد لا ماشين بحال فرفاره كتحيد داك الورق. بغيتي تزيد شي شويه الورق زيدو. نعم هادشي حدا عينك، كلشي حدا عينك، يعني المراحل كلها كتشوفها كلها استاذ عفاف. نعم كلها حدا عينك. لا كدوز هذاك الزيتون كيتغسل داك الورق، الا بغيتي تخليه كيزيدوه لك، ما بغيتيش تخليه كاينه واحد الفرفاره واحد التويو خارج كبير كيدير. أيه. داك الورق كيطلع الزيتون بحال واحد بحال واحد طلع هكا، كيطلع الزيتون كيكون مغسول هادي، كيهبط للمالاكسور اللي هضرت عليه. أيه. المالاكسور كاينه واحد دي بواط، هادي ديالك هادي ديال الاخر هادي ديال الاخر، لان ما يمكنش واحد غيطحن قنطار، ما يمكنش الماكينه تحل قنطار. يعني ثلاثه اربعه خمسه عاد كيبداو هادي الناس عائله ولا هادي. الوغ انت كتشوف المالاكسور كيكتبوا عليه سميتك، ها هي. نعم هذا الطوناج ديالك، هذا الطوناج ديال فلان، هذا كتشوف زيت الزيتون كدوز من لهيه. ما انت حاضر تما، كاين التقني كيكون الحمد لله ممكن تهضر مع التقني، وهذا الشيء عشناه. أيه. ماشي حيت اصدقاء ديالنا ولا حيت مشينا الماكينات كيعرفونا ما كنعرفوهم، ممكن تهضر مع التقني ممكن يشرح لك، ممكن تشوف الزيتون ديالك. الحمد لله هذا الشيء في المغرب ولا كاين، هذا الشيء ولينا كنعيشوه بحال واحد لاتولي استاذ عفاف، بحال واحد الورشه كتعيشها. هل هذا ديالك كيدوز من تما كيدوز كيخرج، ممكن تشوف الزيت سخونه ولا ماشي سخونه، تاكد بيدك تشوف ذاك الماء واش الزيت سخونه. ذاك لان كتكون لافاز كتكون واحد الجانب الدهني والجانب المائي، لان الجانب الدهني والمائي ما كيتحيدوش. ممكن تشوف الزيت ها هي ما سخونه ما والو، ما زادوا حتى شي ماده، والزيت راه ديالك. عطاك 15% مزيان، عطاك 16% مزيان، كاين الناس اللي عطاهم 20% مزيان. اما انت ملي كتمشي تشري الزيت فهنا كطرح علامات الاستفهام بالنسبه لنا حنايا. انسان ماشي حنا كنقولوا الناس كتغش، كاينين الناس اللي عندهم مصداقيه اللي كنشكرهم هذا المنبر، ولكن هذا لا يمنع انك انت تكون من سوء الحظ ديالك تطيح في هذاك الشخص اللي كيغش. هادشي اش كنقولوا حنا الناس باش تكون عندنا نسبه الاستفاده. ماكينه راه وجدت باش انها تحلك الزيتون، سيشري الزيتون دابا راه كاين مثلا راه كيوصل، يعني واخا طلع شي شويه راه ممكن غيهبط 6 دراهم 6 دراهم و50 فرانك، يعني 100 وكاع 120 ريال، يعني 6 دراهم يعني كاين جو بونس انا البارح والبارح راه وصل حتى 7 دراهم و50 فرانك، يعني 150 ممكن يرجع 6 دراهم بالنسبه للزيتون. انا اسره. أيه. تماما اسره. نعم. نشري طن، الطن اللي عطاني انا من فوق 15% انا متاكد راني رابح، باش يفهموا الناس شنو هي 15%. 100 كيلو قنطار كيعطيك 15 يترو. نعم يعني جوج قناطر كتعطيك 30 يترو.
يعني اربعه القناطر كتعطيك 60 يسرو. نعم. يعني راه اربعه القناطر ولا خمسه راه كافي لك انت كاسره. هادشي اش كنقول انايا، نمشيو نعيشوا هاد الورشه ونعيشوا هاد الاشياء باش نتجنبوا هاد المساله، واش زدنا هاد الماده واش ما زدناش. وانا قلت للناس وما خفي كان اعظم، حنا شفنا نعم. اشياء اللي هي اكثر من هكا. نعم. واخا غادي نمشيو هاد المره من بعد حنان من تازه في مكالمه اخرى. غادي نستقبلوا معنا هاد المره اسماء على الخط من مدينه الرباط. اهلا وسهلا بك اسماء، مرحبا بك معنا. صباح الخير. صباح النور. صباح الانوار. اهلا وسهلا. وهاد الاذاعه الزوينه اللي كتعجبنا بزاف 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 بزاف، وانا من المستمعين ديالها هادي 8 سنين. شكرا لك اسماء، اهلا وسهلا. بارك الله عليكم، الله يحفظكم ويجيكم، وبارك الله عليكم على الرتبه الاولى. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. يا رب امين. اسماء الوزاني عندي 70 عام. اهلا وسهلا. يا رب ان شاء الله العمر كامل ان شاء الله. اياه. ووزان هذاك هو هذيك هي البلاد ديالي، بلاد الزيت البلديه. عشنا فيها وكبرنا فيها وكنطيبوا بها وناكلوها، ورحنا الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله. الحمد لله شكرا لله. وكان نطلب انا عندي مرض السكر، هذه 31 عام. أيه. وعايشه كناكل الزيت الصباح وفي الليل وفي كل وقت، الحمد لله بخير وعلى خير. نعم الحمد لله، واخا كنعمل الانسولين. اييه. ولكن زعما مصبعه وكل شيء واكتيف وكنخرج ونغوص وكلشي هو هذاك. والحمد لله الاعضاء الاخرين ما تقاسوش اسماء. الحمد لله. نعم. كلشي هو هذاك. الحمد لله. كلشي متبعه داكشي ديال الطبيب هذا. أيه. وكناكل الخبز البلديه والبيض البلدي والدجاج البلدي والحوت. أيه. وداك الشيء اللي كيقول الدكتور حليمي تبارك الله عليه ولد البلاد. تبارك الله عليه، الله يحفظه ويجزيه ويخليه لنا. والزيت البلدي هذا الراجل ديالي راه عنده 83 سنه. اييه. بارك الله. كيمشي دائما تما عندنا العائله تما من الاجن، كيجيبوا الزيت من تماك. تبارك الله. دابا باقي دابا ما مشاش. نعم. ايوا هذا اللي بغيت نقول. والزيت البلديه انا الوالد ديالي هذه اللي بغيت نعاود هاد الناس اللي كيسمعوا. واحد السيد سمعته كيسول الدكتور الحليمي. أيه. على الكرموس، على الشريحه. اييه. على الشريحه. الكرموس كيفاش حتى كتبقى. هذا الوالد ديالي الله يرحمه كان كيجيبها من وزان، حيت حنا كنا خرجنا من وزان ما بقيناش بزاف، كان هو راجل تعليم وتبدل لمدينه اخرى. اييه. كان كيجيبها من وزان وكيطحنها داك الماكينه ديال اليد اللي كتعرفيها. اييه. كان بحال الكفته. وكيجمعها وكيديرها في واحد الزبانه ديال الدجاج ويخوي عليها الزيت البلديه. تماما. كيعجنها هكاك ويخليها. أيه. من الصباح للصباح كناكلوها هكذا، كنعملوها في طاسه الخبز وناكلوها مع اتاي. كتفطروا بها. عرفتي. نعم. مع صبر الوالد ديالي عمره ما عرف الطبيب. لا اله الا الله. وتوفى حتى اكثر من 90 عام سنه. نعم. عمره ما عرف الطبيب. ايوا الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. وانا عاوتاني دابا حيت على السكر وداك الشيء كندهن بها الرجلين ديالي. نعم. الرجلين ديالي كندهن بها، ما عندي حتى شي حاجه في الرجلين ديالي الحمد لله. نعم. لا تعفنات لا حتى شي حاجه. والو والو. نعم. ما كنديش ديك الكريم وداك الشيء، وخا عندي ولادي برا وداك الشيء. اييه. والو كيجيبوا لي هذا والو، كندهن بها الرجلين تاع عرفتي الحمد لله. نعم. وداك التقيشات كنصبهم بصويبنا بلديه. اييه. صابون ديال راه بلا ما نقول ديال الحجره. اييه. هاك. نعم. وعاوتاني هذا من الليل لليل ابيكاب. نعم. تبارك الله عليك الاسماء، وشكرا جزيلا لك اليوم. يا رب امين. تقسمتي معنا اليوم التجربه ديالك انت، فشكرا جزيلا لك اسماء. تواصلتي معنا من مدينه الرباط والجميل استاذ الحليمي، وكنفرحوا بزاف صراحه لما كتلقى مصاب بداء السكري، وهذا الشيء اللي كناديو به وهذا الشيء اللي بغينا مستقبلا. حتى الا تصابتي بداء السكري راه ممكن تعيش معاه. 31 سنه قالت اسماء، الحمد لله الاعضاء كلهم محميين، يعني بين ان العوينات سليمين، الكليتين ايضا بخير وسلام، ما عندهاش تعفنات في القدم ولا في الرجل ديالها اللي كانت تخوفهم من انها كتوقع عند مريض السكري، ولا قدر الله كيوقع البتر او بين قوسين للقطع. نعم. ديال اما الاصبع. نعم. ولا القدم ديالو كامله. فقالت حتى الرجيله ديالها كتستعمل مره. نعم. يعني زيت الزيتون والحمد لله النتيجه مزيانه. نعم. هو استاذ عفاف غير من النفسيه ديال الاخت اسماء. نعم. هي النفسيه ديالها توحي انها الحمد لله بصحه جيده. يعني في تناغم مع الجسم ديالها. راه الصحه شنو هي؟ هو التناغم بين الافكار ديالنا. نعم. والجسد ديالنا. دابا كاينه لا بيولوجي ديال لي كرويونس. الا كنتي انت كتعتقد انك ديما مريض راك غتمرض، سي سور. نعم. سي سور.
دابا الناس راه هاد الاشياء ولات اشياء ليها. كنحيي الاخت اسماء وكنحيي الناس ديال دوار اسجان ونواحي مدينه وزان، لان فعلا كتدخل دوار اسجان كتلقى فريمون واحد سمفونيا استاذ عفاف، كتلقى واحد هذاك الشيء اللي كنا كنقراو حنا في الابتدائي، موسم جني الزيتون. نعم. ولينا كنعيشوه، كتشوف ناس غاديين واحد العود كبير سقاط، والناس مطيبين اللوبيا ولا مطيبين البصاره ولا مطيبين الطاجين ولا يطيبوه تما نيت، ويمشيو ويدوزوا النهار كامل، وفي العشيه يجمعوا ذاك الغله. يعني واحد الجو انا كنتمنى من اي واحد، يعني اخي ككائن بشري، يعيش هذا المنظر ويعيش هذا السيناريو ويعيش هذا الفيلم هذايا. فالناس اللي كيستثمروا في الياجور ويستثمروا في السيما مزيان، استثمروا حتى في هذا الزيتون هذا. وهذه نصيحه، اي واحد جا سال السقيط ديال الزيتون الله يعطيكم الخير، نشدوا حنا زيتونه ونزرعوها، زرعوا فاكلنا ونزرعوا فياكلون، نزرعوا لهذا الجيل الجاي. وحنا الحمد لله في هذا البرنامج كنزرعوا المساله ديال 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 الثقافه ديال هذا زيت الزيتون. الاخت قالت لها هي للاب ديالها طريقه رائعه جدا، لان طريقه مستنبطه من القران الكريم، والتين والزيتون، يعني الجمع بين الزيتون والزيت والتين من ارقى الاشياء. وخاصة جانب الخصوبة عند الرجل ولا عند المرأة. يعني لما يجمع زيت الزيتون لي برانسيب اكتيف اللي فيه، ولما يجمع التين المجفف ولا العادي، انا الاب ديالي كياخذ، ربما الناس عاد يجيهم غريبة، كياخذ التين الباكور مي كتكون باقا خضراء، اييه، مع الفطور كياخذها مع زيت الزيتون. يعني هكا، ومازال وحتى التين المجفف، فهذه من ارقى الاشياء. ف من هنا استاذ عفاف اذا سمحتي غنعطيو بعجاله الجانب التقني ديال الزيت، لان اشياء هضرنا عليهم الحمد لله اشياء دابا معروفه. نمشيو يعني الاجراءات العمليه، وخاصه الجانب التقني فيما يخص الصحه، ونرجعوا لهذ الاشياء هذوما. واخا زيت الزيتون هذيك الخضوره ديالها اللي كلشي دابا الحمد لله هو عاون الناس، انها هي الهدف ماشي هي هذه اللي كتكون مره. كاين الناس كيقول لك انا خديت زيت حلوه، لا بالعكس، لان ديك المروره ديالها ما كتفوتش واحد الشهر كتحلى. الوغ كاينين دي زاسيد غرا مونو انساتوري، لاسيد اوليك، الوغ هذا تكرهه الخلايا السرطانيه، من اجمل الاشياء. زيت الزيتون فيها ماده سكوالين، وماده السكوالين تنظم الكوليسترول. ما غنقولش انا كترفع الاش دي ال وتخفض ال دي ال، لا، تنظم، لان احنا اذا كان عندك الاش دي ال مزيان هو لو بون كوليسترول، وعندك طالع ال دي ال غيكون عندك لاتيروسكليروز، غيكون عندك انسداد الشرايين. فزيت الزيتون تنظم ال دي ال بواحد الطريقه رائعه جدا، وتنظم الاش دي ال هذا الكوليسترول اللي الناس كيخافوا منه دابا، زيت الزيتون. فزيت الزيتون للاسف راه كنشوفوا الناس ينقصون الوزن، حيد زيت الزيتون، عندك الكوليسترول حيد زيت الزيتون. فزيت الزيتون لا تمنع على اي كائن بشري مهما كان المرض ديالو، وهذه قاعده. ماده الاولوغوبيين ولي زونتي اوكسيدون تيغوزول وليدغوتيغوزول، هاد الاولوغوبيين ماده تمنع الجذور الحره اللي كيعطيها الجسم من لو ستريس اوكسيداتيف. هاد المواد هادية عدوة الخلايا السرطانية، عدوة الجذور الحرة. مادة الأوروبيين ولا زيت الزيتون، الزيت شنو كيدير لنا؟ كيمشي لنا أستاذ عفاف لواحد الطبقة في الأوعية الدموية سميتها لانتيما، كيخلي لها واحد المرونة لا تتصور، واحد المرونة رائعة جدا. إذا ملي كنقولوا زيت الزيتون ومرونة الأوعية، كنقولوا ارتفاع الضغط. فأي واحد كياخذ زيت الزيتون بين قوسين وبدون ملح، فالأوعية الدموية ديالو كتولي عندها واحد لا سوبليس، واحد المرونة، كتولي رائعة جدا. أكثر من هكا وليشات الأخت أسماء، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يعني زيت الزيتون ماشي غير للأكل الداخلي، ممكن ندهنوا به جميع المناطق. عندك مشكل في الغدة الدرقية، ندهن هذيك البلاصه ديال الغده الدرقيه. عندك مشكل ديال الروماتويد في المفاصل، ندهن هذيك المفاصل. عندك مشكل ديال لاكتروز، ندهن هذيك البلاصه هذيك. ماشي كوصفه، ولكن كمعلومه عطاها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، ما قلناش اشربوا، قلنا كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه. خذ انت واحد 80 يطرو باش تاكلها،
وخذ واحد 50 يترو باش كاين الناس دابا كيديروا حمام ديال زيت الزيتون. الناس كيقول لك لا ثمن رائع وهذا الشيء، راه تمشي تشري مواد، تشري واحد القام مواد راه تاخذ زيت زيتون بكميه كبيره وما غتوصلكش هذيك القام اللي انت كتستعمل باش انها ديرها. والجميل هو ان ماده الاوليغوفين كتوصل حتى العظم اللي كدهنها فوق الجلد ديالك. ولا بغينا القوه ديال العظم، ولا بغينا الكالسيوم، وانا اتحدى اي واحد، الكالسيوم لا يمكن ان يمتص واخا يكون عندك ماشي غير الفيتامين دي الا ما عندكش ماده الاوليغوبيين. فهاد الماده هادية وهاد زيت الزيتون مفيد، قلنا للكوليسترول، ينظم الكوليسترول، ماده السكوالين حتى هي تنظم، لان ماده السكوالين كاينه حتى في الاسماك. الوغ لي زاسيد غرام مونون ساتيرو منو الاسيد اوليك، هذا هاد الذهب، هذا داك الشيء نسميوه الذهب الاخضر، هذيك المروره ديالها جايه من هاد الاوليغوبيين، هاد الماده هادي اللي هي كتكون الاستفاده ديالها في الايام الاولى. مثلا تيرمو ريغولاسيون، عندما احنا مقبلين على الفصل البارد، زيت الزيتون من اجمل الاشياء اللي كتعطينا لا تيرموجينيز. الا خديتي في الصباح واحد زليفه ديال البيصاره مع واحد شويه ديال الكمون مع الخبز كامل بالنخاله بزيت الزيتون، راه هذه ماشي غير تخيل واحد، كتعطي لا تيرمو ريغولاسيون، صحه الدماغ. الدماغ 60% ديال الدماغ ديالنا مواد دهنيه، الناس اللي عندهم سكليروزون بلاك، لا غين دو ميلين، هاد لا غين دو ميلين راه كتكون من مواد دهنيه. فالدهون يجب ان تعطوا افضل الاشياء للدماغ هو زيت الزيتون. القلب والشرايين، المرونه ديال هاد الاوعيه الدمويه، الجلد، الجلد زيت الزيتون فيها الفيتامين او الفيتامين او، هاد الفيتامين او والفيتامين او، الريتينول والتوكوفيرول، هادو مواد اللي الجلد ديالنا كيفرح كيبتسم ملي كتعطيه انت هاد المواد هادي. الشعر كذلك، العظام كذلك، المناعه. الوغ المناعه زيت الزيتون انتيبيوتيك انتيسيبتيك. والجميل ان زيت الزيتون كتقتل غير البكتيريات الضاره، وكتمنع واحد المواد كيتسموا ال بي اس ليبوبولي ساكاريد، كتمنعهم، لان هاد المواد مي كتموت مثلا البكتيريات الغرام نيجاتيف، اخوان المختصين كيعرفوا هاد المساله، مي كتموت البكتيريات الغرام نيجاتيف كتخلي ال بي اس ليبوبولي ساكاريد هادو كيمشيو كيديروا لنا العجب العجب في الجسم ديالنا. لان الجميل زيت الزيتون، والناس راه كيعرفوا دابا بزيت الزيتون، مي كيساليو الناس ديال الزيت كيديروا الصابون ديال الزيت. نعم. علاش؟ لان زيت الزيتون كتعطي لا سابونيفيكاسيون، التصبن. وراه كديرها لنا حتى في المعده ديالنا وحتى في الامعاء ديالنا. شنو كدير؟ كتصبن لك الجسم ديالك من الخلايا السرطانيه، اونتيسيبتيك، اونتي باكتيريان، كتقتل البكتيريات، كتحيد هاد الكونديدا البيكون، الناس اللي كيخافوا منها. البنيه الخليه، انت كتبني الدار خصك السيمه، السيمه ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا هي مواد دهنيه. ملي كنعطيو زيت الزيتون كنعطيو الجسم باش كيبني، فيها الاوميغا 9، فيها الفيتامين ك، فيها الحديد، فيها النحاس، فيها الفيتامين او، فيها الفيتامين ا. كنهضروا على الصيدليه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لذلك قلنا فهو الذهب الاخضر. نعم. غادي نمشيو نتواصلوا الامير مع المستمعين الكرام وناخذوا مكالمه هذه المره. عبد الله على الخط من مدينه فاس، اهلا وسهلا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه كيدا، تحيه لك وتحيه للدكتور. تحيه كبيره لك السي عبد الله، ونعتذر لانك بقيتي معنا المكالمه، يعني كنتي كتنتظر، يعني بقيتي وقت كثير وانت كتنتظر، مرحبا بك. لا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. تفضل السي عبد الله. احنا فرحانين بالدكتور اللي غيجي عندنا. لفاس. ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله. احنا مازال في الاخر نهايه الحلقه، وغادي يذكر استاذ الحليمي بشنو يعني الدورات اللي عنده مبرمجه ان شاء الله المواعيد ديالو. واخا سي عبد الله مازال معنا؟ للاسف انقطع الاتصال مع عبد الله من مدينه فاس، ودائما التواصل مفتوح معكم اوفي انا من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52، او 05 22 880 00 61 61 او 62. ربما كاين مستمعين كرام اللي كيسولوا على الطرق اللي هي خاصه بالنسبه للتخزين، يعني احنا في الموسم ديال زيت الزيتون، الانسان خدا مثلا الكميه اللي غادا تكفيه العام كامل، شنو هما الطرق ديال التخزين اولا ديال الحفظ ديالو؟ فهذه نقط ان شاء الله غادي نتكلموا عليها دائما مع الاستاذ محمد الحليمي. شكرا لك ليه. اولا حاجه قبل ما نمشيو ليها استاذ الحليمي، بغيت نسولك على المساله اللي قلنا غادي نتكلموا عليها، هي الفرق بين زيت الزيتون وزيت العود، واش هو اسم واحد ما كاينش خلاف مادام كنتكلموا على ماده وحده، اولا كاين اختلاف بيناتهم؟ يعني زيت الزيتون راه ماشي هو زيت العود. نعم، زيت الزيتون استاذ عفاف ماشي هو زيت العود. شنو هو الفرق استاذ الحليمي؟ نعم، زيت الزيتون الى جينا نشدوا الزيتون احنا كنقسموها احنا على تقريبا واحد ثلاثه الاجزاء. نعم. كاين الجزء الاول هي ذاك لافاز ليبيديك، يعني الجانب الدهني في الزيتونه. اييه. سبحان الله دابا واخا ما طاح الشتا الزيتون ولا كيعطي، علاش؟
لان كاين في الصباح هذيك الضبابه وداك الندى اللي كيكون في الصباح. نعم هذاك هو الكوتا كوتا ديال زيت الزيتون. شوف سبحان الله دايوغ حتى البهائم دابا والابقار اللي كتخرج كتسرح في الصباح بكري، الابقار بلديه كتسرح كتاخذ هذا الربيع فيه الندى كتعطي الحليب مزيان. نعم يعني شوف سبحان الله الطبيعه شنو عطات الانسان. فهاد الندى هذا كان كافي. الوغ الزيتونه فيها لافاز الاولى اللي هي لافاز ليبيديك هي هذه، كاينه لافاز اكوز يعني الجانب المائي، وكاينه العظم ديال الزيتونه. حنا ملي كنقولوا زيت الزيتون فزيت الزيتون الا بغينا نكونوا دقيقين فهو ديال داك الشحمه ديال الزيتونه يعني وسط الزيتونه كيبقى العظم. كاينين الناس دابا اللي حتى كيتعصر زيت الزيتون وبقى داك العظم، هذاك العظم كيخرجوا منه زيت اخرى، الزيت ديال العظم، والعظم راه قاصح داير بحال العود. داكشي اش كتسمى زيت العود. زيت العود نعم. فزيت العود هي الزيت ديال العظم ديال الزيتون. اما زيت الزيتون هو الزيت ديال الزيتونه في داك الطبقه الداخليه ديالها. داكشي فقط للتوضيح. فزيت العود ودايوغ زيت الزيتون راه احسن من زيت العود. نعم. لان غالبا كيكون زيت العود كتخرج حتى للطحنه الثانيه كما كنقولوا. هادشي علاش كنقولوا حنا زيت الزيتون هو ديال الزيتونه وزيت العود هو الزيت ديال العظم ديال الزيتون. هذه مسائل تقنيه يعني الانسان فقط للاستئناس باش الانسان يعرف فقط المصطلحات. والحمد لله حنا بالنسبه لنا حنا ملي كتطحن الزيتونه راه كتطحن كامله، راه كتطحن بالعظم ديالها بكل شيء ديالها، ما يمكنش نفصلوها حنايا على العظم ديالها. نعم. واخا واحد السؤال قبل ما نمشيو للطرق ديال الحفظ والتخزين استاذ الحليمي. معنا اسئله بالنسبه للناس اللي هما مزولين للمره كيقول. نعم. لك واش كيستافدوا من الزيت البلديه واش ما كاينش. نعم. ضرر عليهم الناس اللي. نعم. حيدوا المراره. نعم. فقبل ما نهضروا على الناس اللي محيدين المراره، الناس نهضروا على الناس العاديين اللي عندهم المراره. ايوه. ملي كنقول عندهم مراره يعني ما كاينش مشكل في المراره. نعم. زيت الزيتون لان احنا المراره كي دايره؟ المراره بحال ملي كذبحوا الخروف في العيد لاصقه في الكبده. نعم. دايوغ كي كيحرصوا الناس اللي كيذبحوا الخروف كيحرصوا ان ذاك المراره ما بالدارجه ما تفرقعش. علاش؟ لان المر مذاق مر. نعم. علاش عندها ذاك المذاق المر؟ هذه الحكمه. الوغ شنو حنا الكريات الحمراء، شوف سبحان الله جسمينا، الكريات الحمراء كتنتج في النخاع العظمي وكتدوز وتعيش 120 عام، عفوا 120 يوم. ملي كتعيش 120 يوم فشنو كدير؟ ملي كتبغي تسالى الامد ديالها كتخلي الحديد بوحدو وكتخلي البيليغوبين. البيليغوبين جزء منه كيمشي، جزء منه كيمشي شرف الله وقدر خمل البول، جزء منه كيمشي للخروج الكبير، وجزء منه كتشدوا المراره وكتشدوا الكبد وكتعاودوا كتحطوا في عصاره المراره. عصاره المراره هابط منها واحد القناه كتسمى الكانال سيستيك. الكبد هابط منه واحد القناه كيتسمى الكانال ايباتيك. بجوجهم كيتلاقاو في واحد القناه كتسمى الكانال كوليدوك. زيت الزيتون كتشلل لنا هاد القنوات هادوما. علاش كنقول هادشي؟ كنيفيتيو هذاك المشكل ديال الحجر في المراره. لان زيت الزيتون شنو كدير لنا؟ كتنشط المراره وكتحركها كتقول لها نوضي تخدمي. علاش؟ لان الناس دابا دخلوا حميه لا ما ناخذش الدهون، هذا خطا فادح. لان المراره الا دخلت فراحه غادير لك الحجر. داكشي علاش زيت الزيتون كتنعشها وكتحركها كما الناس محركين كيجمعوا الزيتون، هكاك زيت الزيتون عاوتاني كدير في الجسم ديالنا. ما كاينش شي خليه في الجسم لا تحب لا تعشق زيت الزيتون. هذه باش كخلاصه، كل خلايا الجسم فهي عاشقه لزيت الزيتون. اذا الخلايا ديال المراره كتحرك كيتشلل هذاك القناه سيستيك كتشلل الكانال كوليدوك حتى هو كيتشلل وكيولي هذا الحجر. ما عمر الانسان يتصاب بالحجر في المراره. الناس اللي محيدين الحجر في المراره ماشي يحيدوا زيت الزيتون فقط، ينقصوا الكميه بواحد الكميه معقوله، كميه تكون اقل من الكميه اللي كيستهلكوها في الايام العاديه. ملي كنقول انا كميه راه ماشي قليله، راه الناس ممكن ياخذوا، لان كتولي الكبد هي كتقوم بهذا الدور اللي كتكون كديروا المراره، تاخذ على العاتق ديالها الكبد انه يقوم بهذا الدور هذا، وهذا شيء جميل جدا بالنسبه للفيزيولوجيا ديال الجسم. نعم. يعني غير باش كنخفوا العبء على الكبد كنقصوا من الكميه. تمام. ديال الزيت اللي كناخذوا. نعم. ابدا ما نحيدوهاش، غير هو كذلك الانسان ما يكونش واحد الاسراف، تكون واحد الكميه. اما في الطياب ما كاينش مشكل، الطياب من الاحسن الناس يزيدوها حتى الاخر. علاش؟ لان احنا عندنا المغاربه كنقولوا الدول العربيه كيقولوا المرق. المرقه شنو معنى المرقه؟ المرقه هو الماء، زيت الزيتون، عطريه، كدير مثلا طاجين ولا المرق فيه الماء، درجه تبخر الماء
هذه المساله كنعطيها تقنيه باش بعض الناس ما يبقاوش نقولوا بعض الاشياء اللي هكا في الهواء نعطيو معلومات اللي تلف الناس. لان كيقول لك لا زيت الزيتون كتنق الدخان ولا هذه المسائل هذيا. الوغ زيت الزيتون مي كنديروها في المرق، مي كنكبوها مع المرق، المرق فيه الماء، الماء درجه التبخر ديالو 100، يعني ما عمر زيت الزيتون غتفوت 100 مع المرق مع الطياب. يعني طونك ان زيت الزيتون ما كتفوتش 100 فهي امنه اننا نستهلكوها، اما الا كنتي غتقلبيها وتوصل 160 راه بالنسبه لي انا ما صالحش للاكل. نعم. نعم. نمشيو للطرق ديال الحفظ والتخزين استاذ حليمي بالنسبه للناس اللي كياخذوا مثلا كميه ديال زيت الزيتون اللي غادا تكفاهم العام كامل، شنو هي الطرق ديال الحفظ والتخزين؟ جيد استاذ عفاف، مشكور على هذه المساله. اول خطا هو البلاستيك. نعم. اول خطا. ديروا زيرو بلاستيك. قولوا زيرو بلاستيك. لان انت ملي غتحط زيت الزيتون في بلاستيك، اولا اش كيديروا الناس؟ باش نكونوا واضحين. نعم. كيمشيو يجيبوا بعض انواع ديال الفيديوهات ديال البلاستيك اصلا المصنع كاتب فيه الاستعمال واحد. اييه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كاين ان دابا ويجب اننا ان هذا الشيء دوره بايوغ، هذا الشيء اللي كنقولوا انا قريته في مقال اللي في الجرائد الالكترونيه. الناس كيجيبوا استاذ عفاف هذوك الفيديوهات اللي كيديروا الناس اللي كيخليوا ديال الدياليز. الفيديوهات هذوما اللي كاينين دابا، كاين بعض الناس دابا كيبيعوهم وكيشريو هاد الاشياء هادية، فالله يعطيكم الخير ماشي هاد التصرفات اللي خاصها الدار، لان كنت قريت انا واحد المقال فمقوله بلي هاد الفيديوهات تستعمل في هاد الاشياء هادية، فالفيديو ديال البلاستيك ممكن الى حد ما انني نديبلاسي فيه فقط الزيت ديالي للمنزل ديالي. انا كنت مع اصدقاء باش نعطي الناس اشياء عملية، كنت مع اصدقاء البارح وصيتهم العام اللي فات، قلت لهم الله يعطيكم الخير، المغاربة بغاو واحد الاواني ديال لينوكس ديال الحديد غير المؤكسد. نعم. تكون كبيره ويكون فيها الروبيني. جابوا ديال 30 يترو، جابوا ديال 50 يترو، جابوا ديال 5 يترو، جابوا ديال 100 يترو. خذ اللي بغيتي. هذا واحد الفيديو كبير، كتمشي عند النجار كتصوب له كرسي كتحطه عندك في المنزل، عنده الروبيني لتحت كاع. اييه. كتكب الزيت ديالك. هذا الشيء اللي كنهضر انايا ان شاء الله باذن الله راه في القناه راه غادي ندير حلقه ان شاء الله وغادي نوري الناس هاد الفيديو هذايا ديال لينوكس كبير ديال 50 يترو نكب فيه نغسلو مزيان يتغسل مزيان حديد غير مؤكسد اللي هو اللينوكس ما كيتاكسدش وندير فيه عند الروبيني كيف راه تيخوى كاع وباقي كيكب لك الوغ بالروبيني نستعمل تبقى عندي زيت محفوظه الوغ بالنسبه لي انا كاينه الطريقه الثانيه ديال الزاج ودايوغ غادي كنشكر الاصدقاء اللي شفتها كديالنا حنا نشتغل للمغاربه في هذه الاشياء هذه الحمد لله كنشكر الاصدقاء غير طلبتها منهم العام اللي فات هذا العام جابوا واحد الكميه كبيره مشينا لمراكش مراكش كاينين ناس عندهم الزجاج دايرين له واحد السيبور ما عرفتش انا كيفاش غنشرحها للمستمعين مي عندهم واحد السيبور ديال الحديد في اليمين واليسر وداك القرعه ديال الزاج كدور بوحده في واحد الكوليس كدور ممكن تكب وكتهز 30 يترو 40 يترو غير فقط ديال الزجاج يجب انه يتغطى باش ما يتاكسدش بالضوء. اييه. هذا الجانب، الوغ الجانب التقني في زيت الزيتون الله يعطيكم الخير كاين الاصل، الاصل شنو هو؟ الاصل ديال الزيتونه مهم بزاف. اييه. كاين اضافه الملح ما خصوش يكون. كاين اضافه بعض انواع الزيوت الاخرى راه كاينين باش نكونوا واضحين. كاينه وحتى بعض الدول الان ما غنقولش المغرب، في بعض الدول ودايوغ حتى بعض الناس راه كيديروها في المغرب كان اوتوريزي انك تزيد بعض انواع الزيوت واحد النسبه. علاش؟ من اجل بزاف ديال الامور، راه كاينين بعض الناس لان قلت انا الغش كاين في اي بلاصه في العالم، كاين بعض الناس اللي كيزيدوا هاد الزيت هذا، الوغ ما نزيدوش فيها شي زيت اخرى، الملح ما يدارش، الحموضه الحمد لله حنا ولات عندنا هاد الاشياء دابا ما بقاتش الحموضه يعني ولات الزيت جيده، الحراره ما خصهاش تكون الزيت سخونه، ما خصهاش تدار في بلاستيك، تدار في لينوكس، الوغ غير طلبوا الناس دائما التجاره خاضع العرض والطلب. نعم. وحنا نشريو هاد المسائل ديال الزجاج ونغطيوها، أو نشريو مسألة ديال لأن الزجاج فيه هاد لوريس كاين الزاج اللي هو كبير دابا دي خاص زيت الزيتون، أو نشريو هاد الأشياء ديال لينوكس بالروبيني ديالها، الثمن ديالها يعني الثمن يعني في المتناول، ما غنشريوش حنا وحدة في الشهر، غنشريو وحدة في 5 سنين ولا في 10 سنين ولا هذه، يعني نشريو هاد الأشياء كونوا متأكدين وكنقولها للمغاربة، غتربحوا الشيء الكثير، زيت الزيتون، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب صحي. سيروا عفاكم المعصره شريوا الزيتون وطحنوه كاين دابا الان اغلب هذه كتعطي 15% 16% يعني غتقام عليكم الزيت رخيصه زائد انك غتعرف شنو غتدي وكنتمنى ان شاء الله كل يعني رمز ديال المنزل
داك النجم ديال البيت خزين اللي كان عند جدودنا هادي شحال هو زيت الزيتون. نتمنى ان شاء الله كل المغاربه يوصل لهم النصيب ديالهم، اكيد غيوصل النصيب ديالهم. الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي، ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا، من الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا، ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. ولو سمحتي الاستاذ عفاف ننساش وفعلا ناس فاز هما اللي قلت لانه كان الاتصال ديال المستمع كريم اللي هو عبد الله ونقطع معاه الخط، كان كيسولك على الموعد استاذ الحليمي. نعم الى حين الله ان شاء الله نهار الجمعه ثمانيه في الشهر واثنين 11 في الشهر غادي نعلنوا على المكان اللي غيكونوا فيه المحاضرات. والجميل ديال مدينه فاس هو ان نهار 17 عندي محاضره في مدينه فاس 17 دجنبر غتجيب الجمعة، ونهار 16 عندي محاضرة في مدينة مكناس غتجيب السبت، ونهار 17 غادي نرجع لمدينة مكناس عندي فاس عندي محاضرة في مدينة فاس. يعني 15 محاضرة في فاس، 16 محاضرة في مكناس، و17 محاضرة في فاس، يعني غتكون جوج محاضرات ان شاء الله في مدينة فاس. من يتقرب واحد الأسبوع غادي نعلنوا على المكان بالضبط ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بحول الله. وكل الشكر ليك الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، شكرا جزيلا ليك. احنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، لكم أطيب ورق تحية.